السلام عليكم، انا مروه صبري ودي قناتي جوست اكله. النهارده هنعمل مع بعض الكنافه بالمانجا. اول حاجه عندي هجيب نص كيلو كنافه، انا هنا هحطها في الفريزر، كنت هفتفتها بايديا وبعدين قلت لا انا هحط عليها الزبده على طول. دي كوبايه زبده متسيحه في الميكرويف، هنزل عليها وبعدين هكسرها تكسير كبير كده بايدي او هفككها من بعضها وهدخلها الفرن. هي مجرد ما بتدخل الفرن بتنشف، وبس بندوس عليها بالمعلقه بنلاقيها بتتكسر من غير مجهود كتير. هنبدا ندخلها الفرن دلوقتي، وهفضل كل شويه وهي في الفرن اقلب فيها بالمعلقه. بعد كده جبت كوبايه ميه سخنه وهحط فيها كيس جيلي مانجا، هقلبه وهسيبه يبرد لان ما ينفعش احط الجيلي وهو سخن على المانجا. بعد كده هجيب بوله وهحط فيها حوالي كوبايه ونص كريم شانتيه، ده اللي هو بالسكر مش خام، وكوباية مية متلجة. كريم شانتيه ده انا بجيبه سايب، مش بجيبه اللي هو الكيس، انا بجيبه العلب. هفضل اضرب فيه لحد ما يتقل خالص، اهو جمد معايا. هبدأ بعد كده احطه في كيس الحلوي. كده احنا جهزنا الجيلي والكنافة وجهزنا الكريم شانتيه، هنبدأ بعد كده نركب الطبق بتاعنا. هجيب الكنافة الاول، اهو شايفين مجرد ما بدوس عليها بالمعلقة بتنزل تتفتفت على طول. هكسرها كده بحيث ان ما يبقاش عندي فيها كتل خالص، تمام. بعد كده عندي بقى نص كوباية عسل ابيض، اللي حابب يضيف عسل اللي هو بنعمله لنسقي بيه اللي هو الشربات يعني اللي بنسقي بيه الحلويات مفيش مشكلة، اللي حابب يضيفه معاها وهي في الفرن سكر بودر مع الزبدة مفيش مشكلة برضو. هنا هبدأ بقى اركب الطبق بتاعي. هحط اول حاجة طبقة من الكنافة اللي بالعسل اللي احنا عملناها، وهزبطها كويس في الطبق، هضغطها جامد بحيث ان هي تبقى عاملة الطبقة قد بعض في كل الطبق بتاعي. اسويها كده، واهم حاجة جدا ان الاطراف تكون متساوية. بعد كده هحط الكريم شانتيه اللي احنا عملناه، برضو هحاول اخليها تبقى طبقة متساوية علشان يبقى من الجنب شكله حلو. تمام كده خلصنا طبقة الكريم شانتيه، اظبطها كده اقفل الفراغات. بعد كده عندي كوباية من بيوري مانجا، يعني دي مانجا طرية كده كانت عندي، انا خدتها وطلعتها بالمعلقة كده وبعدين قعدت فتفت فيها بالشوكة. لو ممكن نعملها في الهاند بلندر عادي، بس ما بيبقاش عليها اي اضافات، مانجا خالص بس بتبقى مفرومة بيوري. حطيت طبقة منها. بعد كده هنزل تاني بطبقة من الكنافة، اخف من الطبقة اللي تحت شوية علشان ما يخرجش بره البايركس من فوق لما اجي بقى احط اخر طبقه من الكريم والمانجا. اسويها كده واظبطها برضو بحيث ان هي تبقى محطوطه في كل الطبق زي بعض. تمام، هعمل طبقة تانية من الكريمة واسويها. بعد كده بقى هجيب المانجا، انا مقطعة المانجا واخدة نص المانجية من فوق البذرة كده من كل جنب، وهبدأ اقطعها شرايح زي ما احنا شايفين، والجزء اللي بيبقى في الطرفين التانيين انا مقطعاه مكعبات صغيرة. اهو هقطعها كده، انا بوريكم طريقة التقطيع ازاي، شرائح انصاف. بعد كده هبدأ أرص فوق الكريم. أديني كده رصيت طبقة وطبقة، وحطيت في النص من المكعبات بتاعة المانجا، وحطيت 3 كريزات في النص. هبدأ هنا بقى الجيلي بعد ما برد هبدأ أدهن بيه المانجا، علشان مهما قعدت بقى في التلاجة مش هتبوظ مني ولا لونها هيتغير ولا هتسود، وهتديني لمعان حلوة قوي للطبق المانجا ده. شايفين اصلا يعني من اول فرشه كده حطيتها عليه بقت بتلمع وجميله ازاي.
هعدل الكريزات بتاعتي. ده طبق المانجا اللي احنا عملناه. دول بقى بواقي الكنافة والكريمة والمانجا اللي اتبقت، عملت بيهم الكاسين القمر دول. كده وصفتنا النهاردة خلصت. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس، ويا سلام بقى يا سلام لو شير كمان علشان تشجعوني اعمل حاجات تانية اكتر. اروح بقى اكل المانجا الرهيبة دي. السلام عليكم.